ألو، شلونكم؟ أرحب بكم أجمل ترحيب. اليوم إحنا بجولة كل سريعة ومهمة بنفس الوقت، راح نرافق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى نشوف ونتعرف على كيفية العمل ومهام العمل وكيفية التنسيق والتعامل مع الناس. خليكم ويانا حتى نكمل. مثل ما تشوفون هسه عندنا جول بأحد مناطق بغداد، أكيد ويا كاستنج الفرق الجوالة التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. شنو الدور اللي تقوم به الفرق الجوالة؟ نطلع يوميا من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 3 عصرا بيوت المواطنين، نزورهم. المواطن ناخذ بصماته البايومترية ويصور بكاميرا خاصة في سبيل الحصول على هوية الناخب اللي راح يشارك بها بالانتخابات، وبنفس الوقت هو بأمر مجلس الوزراء هو مستمسك رسمي راح يحتاجه في الدوائر الرسمية وفي مراجعاته في تمشية أمور حياته الطبيعية الاعتيادية. زين، شنو شعورك وانت تقدم خدمة للمواطن؟ والله أنا شعوري لا يوصف، لأن كل العراقيين الآن تتجه نحو التغيير، واحنا الخدمة نقدمها احنا مرتاحين نفسيا. زين، نقدر نشوف هذا ابو الاسواق حتى نحدث بياناته. حجي، احنا مفوضية الانتخابات، جينا نقدم لكم خدمة، نحدث بياناتكم البايومترية، ناخذ لكم صورة وبصمات. شنو رأيك بالخدمة اللي تقدمها مفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ والله بعد حاجيك، كل دولة بالعالم عرفت شلون عندها سياق عمل وعندها برنامج خاص، والانتخابات عملية ديمقراطية كل العالم يطبقها، فإحنا حالنا حال هالدول. إن شاء الله نكون على قد المسؤولية. راح تنتخب؟ ليش ما انتخب؟ مو عراقي؟ مرحبا أستاذ عباس. أهلا وسهلا. باختصار شديد نريد نعرف مهام وكيفية عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببغداد الرصافة. حاليا نعمل في مكتب انتخابات الرصافة، تقوم مراكز تسجيل منتشرة في مناطق عموم الرصافة بتسجيل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخبين. لدينا أكثر من 120 مركز تسجيل منتشرة في عموم مناطق الرصافة. هذه المراكز التسجيل تنبثق منها فرق جوالة بواقع فرقتين أو ثلاثة فرق، يجوبون المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع وجهاء العشائر وأمناء المحلات، فضلا عن التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة في سبيل ترويج هذه واستقبال الناخبين. أنت اليوم كمواطن راح صوت لو لا؟ إن شاء الله كذا صوت. ليش؟ بيك يكون تغيير إن شاء الله. أكو أحد راح يتدخل برأيك لو شخصيتك قوية؟ لا أكيد، أنا أفرض رأيي على الكل. سؤال أخير، أنت كمواطن شلون شفت التنظيم هنا؟ شلون شفت طبيعة العمل؟ شلون شفت تعامل الأخوة الموظفين ويا الأخوة المواطنين؟ والله هو التنظيم زين. أنا بالبداية كنت قاعد بالشغل، إجاني مسج تعال بدل الهوية مالتك من القديمة للجديدة. جيت هنا قلت أدخل، ما دخلوني إلا كمامة، هاي الالتزامات لازم موجودة. لبسنا كمامة دخلنا وهسه مشوا للمعاملة وسهلة، كل السهلة. مركزنا سير ما يقارب 4 فرق جوالة على الدوائر والمؤسسات الخدمية اللي موجودة ضمن الرقعة الجغرافية اللي تابعة لها مركز تسجيل خالد بن الوليد. كذلك سيرنا فرق جوالة للدور السكنية تنسيق مع المخاتير الموجودين داخل منطقة الزيونة. راح تنتخب؟ راح أغير إن شاء الله. إن شاء الله. أكو أحد راح يتدخل بقراراتك لو شخصيتك قوية؟ لا طبعا، مستحيل. متأكد؟ متأكد. إن شاء الله تنتخب الشخص الصح. إن شاء الله. لنا انتهت جولة اليوم وياي ويا هاي الناس اللي يقدمون خدمة لهذا البلد. شكرا للجميع. هسه أقولكم باي باي. خوش حكي، احنا نحكي.